بالنسبه لوصفه فيليه الرقبه، عندنا 2 فيليه رقبه وطبعا ملح وفلفل للتتبيل. عندنا 1 حزمه كزبره، 1 حزمه نعناع، من 3 الى 4 عيدان روزماري، كل دول طبعا مفرومين، 3 فصوص ثوم كبيره، 1 فص 1 فلفل احمر منزوع البذر ومقطع صغير، عصير ليمونه، 2 معلقه كبيره عسل، 1 معلقه كبيره زيت زيتون، ونبتدي نحضرهم مع بعض. بالنسبه للفيليه انا هبتدي بيه لان عايزه اقعد اخليه قاعد في التتبيله بتاعته شويه. هنحط كل حاجه مع بعض، اجيب معلقة والعسل كمان، وطبعا عندنا ملح وفلفل. وهناخد الفيليه وهنحطه في التتبيلة وهنسيبه لحد ما نيجي نشتغل بيه، وطبعا ممكن نسيبه طول الليل لو حضرناه من اليوم اللي قبله، وكل ما بيقعد في التتبيلة كل ما الطعم بيبقى أحلى وكل ما السوى بتاعه بيبقى أسهل وأسرع. أوكي، هنسيب دول كده. عايزين نسخن الطاسة ونبتدي نحمر فيليه الرقبة، وفيليه الرقبة مش بياخد وقت خالص في السوى لأن هو فيليه رفيع قوي فبيخلص على طول، مجرد ما يعني يتحمر على كل النواحي بيبقى خلاص جاهز. ودلوقتي نشوف الفيليه أخد لون حلو على ناحية، ودلوقتي هقطعه وبعدين نرجع نحطه على الطاسة تاني علشان نحمر الأجزاء اللي هي بتبقى زي رير ده، رير خالص. رجع الطاسة على النار وهنحمر الأجزاء الرير الجوه. هو ما قعدش على النار دقيقتين ثلاثة، طبعا ما لحقش خالص، لكن بالتسوية التانية دي كده هيبقى كويس قوي. ودلوقتي بنبتدي نحطه على السيزر سالاد اللي احنا محضرينها، طبعا ممكن نقطعهم ارفع من كده. ممكن دلوقتي بما انه خلاص اخد لون جامد، لو حد يحب التسوية
تبقى أكتر من كده ممكن يدخلها الفرن شوية يكمل سواها في الفرن. بس يعني أنا الحقيقة بحب خصوصا الخروف، بحبه يبقى يعني ميديم، بالنسبة لي ده بيكون أطعم. يعني نزوق الطبق بشوية ورود.